ترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رؤية لجنة التخطيط لتحديث وتطوير قطاع الناشئين على أرض الواقع باهتمامه الواضح بتصعيد العديد من العناصر الموهوبة للتدريب في استاد التتش مع أبناء الرداء الأحمر. وتولي لجنة التخطيط وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اهتماما خاصا بقطاع الناشئين، وظهرت بوضوح في التعاقد مع تشيكي بروكيتش ليكون مديرا فنيا مع خالد بيبو رئيس القطاع. ورغم تأثر العالم الكروي بفيروس كورونا، لكن بدأت ثمار هذا الاهتمام تظهر بوضوح في خروج عدد من الناشئين للإعارة في أندية أخرى، وهي التجربة التي نجحت منذ تطبيقها قبل عامين، ثم تصعيد عدد آخر للتدريب مع الفريق الأول لتكون مواهب على طريق النجومية بالتتش. وشهدت الأيام الماضية استدعاء بيتسو موسيماني المدير الفني 12 لاعبا للتدريب مع الفريق الأول، وهم أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات حراس المرمى مع علي لطفي تحت إشراف يانكو ميشيل ومحمد حسام ميدو ومصطفى إلياس ومحمد أشرف وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي ووليد مصطفى وحسوم محمد وعمر رزق وأحمد الشامي وأحمد سيد غريب وأحمد نبيل كوكا.